بقات خربت لي هادشي. واحد كطيب ديري شي حاجه سليها كوزينه مربونه و... شاهدين ديالنا العزاز كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمناو تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مشاهدين ديالنا دابا حنا انا كنغدلو على الكوزينه ويجد ديالنا ثم كتشوفوا الكوزينه مقلوبه وقدو علينا وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم. تبارك الله على خويا كمال. بارككم وليداتي تعاونوني بعدا. يعطيك الصحة. السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ بخير، كي دايرين؟ بصحة. المشاهدين ديالنا كي دايرين؟ بخير، كي دايرين؟ بصحة وهانية. دابا حنا كنجمعو الطبيلة، خليكم معانا. ايه صافي، تنسالو الدار و واحد الدار ولا فيه كيتعاونو. الله يحفظكم. ايوا بابا. حنا وليدي كنجمعو هادشي و الروينة هادي، الروينة في الكوزينة. شنو ندير لكم اليوم في الغدا؟ طويجي. ليكم شي طويجي؟ مرحبا، تستاهلوا كل خير. ندير لهم وليداتي طويجان. إيوا دابا صبروا عليا هاد السيمانة، دابا كنخدم الصباح، العشية هي بغي نسالي العشية عاوتاني نبقى نخرجكم. ياك؟ شكرا بزاف. صافي شكرا بزاف. خرجكم تفوزوا شوية عاوتاني. تبارك الله على خويا علاء. انتي دابا المشاهدين و خويا كيجمع الصالة. المشاهدين ديالنا هنا جمع خويا علاء. حنا كنجمعو المشاهدين و نتوما معانا. غادي كدير في وسط الدار. هاديك حتى في الوسط. هما دابا المشاهدين على كيجمع الصالون. خليكم معنا. ايوا بابا فين وصلت؟ مازال وليدي كنشوف المعنات. فين وصلت؟ شوف شحال ديال المعنات. ايوا واش غادي كنتعاونو وشاركين معاكم. وتحياتي للمشاهدين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن. الله يحفظكم والله ينصركم، ونتمناو من الله سبحانه وتعالى ومن المشاهدين شجعونا، شجعوا هاد الوليدات، شجعوا لي علاء الدين وكمال ونادى ونور. ايوا فين وصلتي يا اختي نادى؟ ايوا حنا المشاهدين ديالنا كما كتشوفوا دابا كل واحد كيتفرق باش يرجعوا للدار، وانا جيت هنا نجمع هذيك النعاس كما كتشوفوا راه فيه الروينه، فيه الروينه بزاف باش نطوي الحوايج ونستفاد هاد الشيء. وخليكم معانا نتوما كتشوفوا. وكمان ابي امير. شكرا لكم المشاهدين، تحيه لكم كبيره بزاف. يا باش يا باش.
يا بابا يا ولدي مزيان لاباس عليك؟ جمعت لنا الطويرة ولا ما جمعتش؟ ها؟ ماذا؟ شنو؟ واش جمعت الطويرة ولا ما جمعتش؟ مازال جعت كتجمع لك النعاس وصلتي تمام؟ كملت وقتي وقفت في الدار. برافو عليكم الله يرضي عليكم. سلام ديال فوتو هل يا السجادة ديالي في العام في العام في العام في المشاهدين قلت لكم نورا دي السجادة ديالها فين كتصلي باش كتصلي هو تلقيها المشاهدين مرة تبدا كتبدا الراس ما شاء الله عليهم دغيا قالك تحات تحات عاد رجعت موقفها كني انا صايره مسكنه كتخربكيهاتش واحد كطيبي ديري شي حاجة غسليها كوزينة ملونة و إوا مالك بابا ياك لاباس دي راه لاباس لاباس كوزينة دابا أنت أنا دابا هي لي خصها تسد لاخر حتى حاجة ممصوبانيش لي كطيب فيها كتحطها لي كطيب فيها كتحطها هلا كوزينة ما بغاش تسالها هيا بابا راه مسكينة مازال صغيرة عادي مازال صغيرة ولا مازال صغيرة خصها تعاون شوية ماشي تخلي كلشي مخربق مازال صغيرة بوطاجي بالدراك شفتيتو مازال شوف شحال شوف شحال مازال كتقولي مازال صغيرة صافي غسلات واحد الحاجة طيبات واحد الحاجة خصها غسلها دابا انا واش غادي نغسل المواعن ولا غادي نمشي للخدمة ولا غادي تو راه خدت علينا ماما مسكينة ديما كطبخ لينا تمارة هادشي كاينين بيه والله إلا كاينين بيه بالله وحق الله العظيم إلا كاينين دابا انا كنشوف دابا هي وصلت الجوج غادي نمشي للخدمة وهادشي ما بغاش يتسالى بابا باز ماما مسكينه دائما كدير هادشي وغير ملي كتكون ماماك ما كتخليش هادشي يبقى هكا راه كتنقيه راه دابا شوف المواعن فين مصطفين واصلين لا وين لا مسكينه مازال صغيره مازال صغيرة وليني دابا هي ما ماشي قلت انا راها كبيرة واش انا قلت راها كبيرة عاوتاني على يدي لا انا ماشي قلت راها كبيرة قال هي غدير الحاجة خصها تحيدها خصها طيبات واحد الاخر خصها تحيدها باش ما كيتجمعش شي فوق شي
هي تخدم عقلها ماشي صافي غير صغيره صافي طيبه تاي تلوحو عاوتاني تحت الكيسان اخرين جبد الكيسان اخرين خليهم وسخين لا مزيانش هكا شوف حدا بعدي دارت فيها مطيشه ما شنو دارت دارت لكم خلات هادشي هنا راه بابا معصب عليك اختي ندى ايوا اللي كذبت عليا لما درتو شنو كديري دابا راه كنعلق الحوايج بغيت هادوك كي دابا كنعلق هادوك اش كديري اختي نور شنو كديري كتفرجي ايوا المشاهدين شوفوا كيزاكم الصالون قولوا لنا نقطو شكون اللي زوين واش الصالون ولا فوس الدار ديال كمال ولا الكوزين ديال بابا ولا البيت نعاس ديال ندى نقطو في الكومونتيرات وديالك على الدين ديالك اللي مزيان صافي شنو ديالك اللي مزيان كون جيتي تغسل الدرسه ديال المعن وتشوف انت ما دام بغيتي تسالي انا مازال صغير ايوا انا عاودك مازال صغير باز ماما مسكينه ديما كدير هادشي ما عمرها ما تشكات ايوا الله يسمحنا من الوالدين وريني دابا ماما كره ما كتخليش هادشي كيما قلت لك ما كتخليش هادشي موسخ كيبقى موسخ حتى لواحد الدرجه حتى لاخر شوف البوطاجي كي داير عباد الله السنه واخا مزال صغيره واخا مزيان نتوما صغار خصكم تعاونوا ما عندك ما دير هادشي اللي عطا الله هادشي اللي نطلبوا الله يسهل لنا ما صاب هذا مثلا قلنا لواحد دابا ضروري كي انا براسي انت كتشوف والله الا دابا انا كنغسل المعن كنفكر في الجوج هي وصلت يعني ما عندك ما دير واحد خصو شوف راه كيما كانت ماما كانت قالت لك واحد كانت قالت فاش كانت قالت لنا مزالة صغيرة وكتحمل خوها وكتخدم الشغل كانت صغيرة من هذا ها؟ كانت قالت لكم بينا الواحد خصو واخا مازال صغير خصو يعاون لا يخطي علينا الوالدين ايوا غير الوالدة والوالد الوالدين قلت الوالدين حسنا قلت لي لا تعين الوالدة صافي انا راه قلت غير الوالدة تعال انت شفتي كلشي يا سيدي مزيان